الحمد لله. احنا عندنا 7 معاهد متخصصة لذوي الهمم العالية. هذا المركز وجدته في حالة جيدة، وجدت شباب يخدموا يتكونوا، هي فسحة أمل بالنسبة لهم. حقيقة نسبة 1% اللي ينص عليها القانون يريد نحترموها اليوم، وأنا أدعو من خلالك ومن خلال بعد هذه الزيارة كل المؤسسات الاقتصادية اللي حابة توظف إلى زيارة هذه المؤسسات الجهوية حتى تتأكد من الإبداع والقدرة الحقيقية للشباب المتكونين، وإنهم قادرين حتى هما يعملوا وما يكونش أي تردد بهذا الشأن.